احنا من تجار الخردة وبضاعة اشترناها واقفة هذه مساكنين عليها نستنى تطلع ورافضينها وبدنا اياها تطلع بطارية تسوى الكيلو بيطلع علينا لما جابوها من البلاد برا ب 20 شيكل الكيلو وبرا بتجيب 1000 دولار الطن وموقفين عليها مش راضيين يطلعوها وبدنا اياها تطلع يعني في عمال من وراها بيشتغلوا بترزقوا في ناس كثير ترزقوا من ورا الشغل هذا وموقفين العمال عليها بروح بلموها بترزقوا من وراها وموقفين رزقهم موقفين حالهم يعني بياخذوها ما بتجيبش مصاري وبدها لما تنباع بيجيب سعر موقفين علينا من كل وجه العالم تيجي البطاريات هذه وبدها اياها تطلع يعني هيك حصار وحرام تتم هيك بتضر الناس هذه بيئه وبتضر كل ما تطول انا بتضر وبتخف معانا وبتخسر كل يوم بعد بتخسر معانا بتخف وبتضر الناس هذه هي هذه بيئه وبتضر اخذناها بسعر واليوم نخسر وهذه نوعيه بتخف وكل ما بتتم هنا بتضر الناس في الخردة شغلتنا هيك شغلنا الخردة احنا واشترينا هذه السنين من اللي فيها وبنستنى انها تطلع وكل يوم بتيجي من بلاد العالم بتيجي علينا كل يوم مسموحه تيجي ليش ما ياخذوها من عنا زي ما ابو احنا بيجيبوا لنا احنا بدها تروح عندهم وهينا مساكين عليها يعني كنا هذا بتطلع يعني وين مكان في لها مصانع بمصر وفي اسرائيل لها مصانع هذه ليش ما ياخذوها على المصنع زي ما بيجيبوا ياخذوا الحديد من عنا ياخذوا البطاريات هاي الحديد بيطلع بصنعوه برجعوا لنا اياه ثاني ياخذوا البطاريات وبصنعوهم ثاني رجعوه الحديد هاي بيطلع يعني بصنعوه برجعوا لنا اياه ثاني حديد وليش ما ياخذوا البطاريات وصنعوهم ورجعوهم هي كل يوم بخش بطاريات بيجي من المعبر هذه الناس بتستفيد من وراها بترزق فيها الناس بتحوش عشان تترزق فيها يعني لما نشتريها من سعر عالي لما نشتري بطاريه في ناس تشتري بطاريه ب 1000 شيكل وب 700 وفي ب 500 وفي ب 100 شيكل للدات لطول الناس اكثريه هذه للدات وبجيبوها غاليه يعني علينا بيطلع الكيلو علينا ب 20 شيكل كل كيلو ب 20 شيكل بيطلع على الناس لما نشتريها يعني انا اشتريت بطاريه وزنتها 5 كيلو ب 100 شيكل وبتطلع الكيلو ب 20 شيكل لا لا من هان ايوه تبع لكم